السلام عليكم. اكيد كلكم سامعين او تعرفون جهاز البوكو اف 1 اللي اعلنت عنه بوكو بشهر 8 2018، والجهاز سوى ضجه كبيره بفضل المواصفات اللي يجي بيها مقارنه بسعره اللي شاه مدمر حقيقي لاجهزه الفلاكشيب في ذاك الوقت. الان وبعد مرور حوالي سنه ونصف على اعلان بوكو لهاتف البوكو اف 1، رجعت بوكو بهاتف ثاني اللي يجي تحت مسمى بوكو اكس 2 اللي اعلنت عنه بالهند. اهلا وسهلا بكم، وياكم محمد من قناه اراكي تيك. خليكم بالفيديو. بداية بتصميم الهاتف، الهاتف يجي بلمعة جميلة وانعكاسات بالألوان تنطي مظهر راقي، والهاتف راح يجي من الأمام ومن الخلف مصنوع من الزجاج، محمي بطبقة حماية من غوريلا جلاس الإصدار الخامس. أما بالنسبة لشاشة الهاتف، شاشة الهاتف راح تجي بمقاس 6.67 إنش من نوع IPS LCD بدقة فول HD بلس وبكثافة بكسلات 384 بكسل لكل إنش. مواصفات هاي الشاشة لي حد الآن طبيعية بالنسبة لكل الأجهزة الموجودة حاليا، ولكن الشيء الملفت للنظر إنه الهاتف راح يجي بشاشة بمعدل تحديث 120 هرتز، وهذا الشيء من الصعب او مستحيل تلقاه في جهاز بنفس الفئه السعريه هاي. وعلى يسار الشاشه موجود فتحه تحتوي على كاميرتين للسيلفي. اما بالنسبه للهاردوير اللي يجي به الجهاز، فهالمره بوكو خلت معالج من الفئه المتوسطه بهذا الجهاز اللي هو سناب دراجون 730 جي مع معالج رسوم من نوع ادرينو 618. والهاتف يجي بثلاث خيارات للرام وسعه تخزين 6x64 و6x128 و8x256 مع امكانيه اضافه كرت الذاكره الخارجي حتى 512 جيجا بايت. والهاتف راح يجي بنظام اندرويد الاحدث الاندرويد 10 مع واجهه نظام MIUI 11. اما بالنسبه للكاميرات، فالهاتف راح يجي باربعه كاميرات من الخلف. الكاميرا الرئيسيه راح تجي بدقه 64 ميجا بكسل بفتحه عدسه f1.9 مع مستشعر من شركه سوني AMX 686، والكاميرا الثانيه تجي بدقه 8 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.2 مخصصه للتصوير بزاويه عريضه او الالترا وايد، وكاميرا ثالثه بدقه 2 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.4، وكاميرا رابعه بدقه 2 ميجا بكسل ايضا بفتحه عدسه f2.4. اما بالنسبه للكاميرا الاماميه، فراح تكون مزدوجه، الاولى بدقه 20 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.2، وكاميرا ثانيه بدقه 2 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.4. اما بالنسبه للبطاريه اللي يجيبها الهاتف، فالهاتف راح يجي بطاريه ممتازه بسعه 4500 ملي امبير تدعم الشحن السريع من خلال منفذ اليو اس بي سي بقدره 27 واط، والشاحن راح يكون موجود داخل الصندوق عندما تشتري الهاتف. اما بالنسبه للبصمه، فراح تكون مدمجه على زر الطاقه على الجانب الايمن من الهاتف. اما بالنسبه لسعر الهاتف، الهاتف راح يجي بسعر $225 لنسخه 6 رام و64 جيجا بايت ذاكره، وسعر $280 لنسخه 8 جيجا بايت و256 جيجا بايت سعه تخزين. لا تنسون تشاركوني رايكم بالهاتف اسفل الفيديو بالتعليقات. وإلى هنا يكون وصلنا إلى نهاية الفيديو، أتمنى عجبكم، وإذا عجبكم فلا تنسوني باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى أستمر وياكم أول بأول. أشوفكم بالفيديو الجاي، في أمان الله.